السلام عليكم طلاب وطالبات الصف الرابع، ودرس آخر من دروس القراءة هناء على سطح القمر. نبدأ بقراءة الدرس. رأت هناء في منامها إنها ترتدي ملابس رواد الفضاء وتنطلق بمركبة الفضاء بسرعة رهيبة متجهة إلى سطح القمر. وصلت مركبة الفضاء إلى القمر، وخرجت هناء ومشت خطوات قليلة، ثم وقفت مكانها برهة دون حركة وسألت نفسها: أين أنا؟ أين أهلي وبيتي وجيراني؟ أين مدرستي وأصحابي؟ أين المنازل والشوارع والناس؟ أين ذهبوا جميعا؟ ولكن سرعان ما تذكرت أنها تقف على سطح القمر. تأملت هناء ونظرت حولها في دهشة وقالت: ما هذا؟ الأرض هنا غريبة، والأحجار هنا مثل المرآة تعكس الأضواء. ثم وجدت نفسها تتحرك بسهولة، تقفز وتطير عاليا. قالت هناء وهي مسرورة: إنني أطير وأهبط مثل الفراشة على الرغم مما أحمله من معدات ثقيلة. هنا موضع سؤال: لماذا كانت هناء تتحرك بسهولة ويسرى على سطح القمر؟ أحسنتم، لأن الجاذبية فوق سطح القمر ضعيفة. كم كنت أتمنى أن تكون معي صديقاتي وزملائي حتى نلهو ونطير معا بعيدا بعيدا. أحست هناء هنا بالوحدة، فليس معها أنيس أو جليس على سطح القمر. وشعرت هناء بالخطر أن ينفذ الطعام والشراب والأكسجين الذي في مركبة الفضاء. ترى ماذا فعلت هناء؟ في الفقرة التالية أخذت هناء تنظر في كل مكان يمينا ويسارا كأنها تبحث عن شيء ما، فوقع نظرها على مقعد به آلة عجيبة كأنها مركبة فضاء. علت الفرحة وجه هناء ولمعت عيناها، وأسرعت تجلس فوق المقعد وقالت في نفسها: يا ليت هذه الآلة تعمل. ضغطت هناء على زر التشغيل، فانطلقت الآلة مثل السهم ودخلت مجال الجاذبية الأرضية. وحست هناء بهزة عنيفة، ولم تسعها الفرح عندما رأت مصر الغالية بأهراميها الشامخة تفتح ذراعيها وكأنها تقول: أهلا وسهلا بالغالية هناء رائدة الفضاء. وعندئذ استيقظت هناء على صوت أمها وهي تناديها. نبدأ بتحليل المعاني. ترتدي أي تلبس، والمضاد تخلع، تنطلق تندفع، برهة مدة قصيرة، آلات أي أجهزة. وفي الكلمة وجمعها: مكان أمكنة وأماكن، برهة بره، الشراب الأشربة، جليس جلساء. وفي الكلمة ومضادها: سطح مضادها باطن، وصلت رحلت، تتحرك تسكن، سألت مضادها أجابت. وتأتي القطعة بهذا الشكل في الامتحان: اقرأ ثم أجب. ثم وجدت نفسها تتحرك بسهولة، تقفز وتطير عاليا. قالت هناء وهي مسرورة: إني أطير وأهبط مثل الفراشة على الرغم مما أحمله من آلات ومعدات ثقيلة فوق ظهري. ويأتي بالسؤال الأول، أكمل ما يأتي. معنى تقفز: أحسنتم، تنط. وجمع الفراشة: الفراشات. مفرد الآلات: الآلة. ومضاد ثقيلة: خفيفة. السؤال رقم ب: كيف وجدت هناء نفسها على سطح القمر؟ هنقول من القطعة: وجدت هناء نفسها على سطح القمر تقفز وتطير عاليا وتتحرك بسهولة ويسر. بما أحست هناء وهي على سطح القمر؟ أحست بالوحدة، لأنها وجدت نفسها وحيدة على سطح القمر. وبهذا نكون أنهينا درس هناء على سطح القمر. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.